إسبانيا موريتانيا وأبناء عمومتنا من الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية والشرفاء العالميين المنتسبين إلى الشيشة الشاذلية. أربعاء أي شرف يتفضل مشكورا تفضل سيدي محمد. السلام عليكم ورحمة الله. شاركوني بداية أن أرحب بالحضور الكريم وكل المشاركين في فعالية مهرجان الغابة لهذه السنة لنسخته العاشرة والذي تنظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس داخل والنصر والتمكين الجمعية العالمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي بشراكة للتنوع الثقافي لليونسكو هذا المهرجان الذي يؤكده للحفاظ على تراثنا الوطني بالمنطقة الشمالية للمغرب العمومي وإبراز الخصوصيات التراثية والتاريخية للعبة معطى كموروث ثقافي متجدد وتظاهرة تنفرد بها منطقة جبالة على وجه الخصوص حيث أنها ترسخ تقليدا قديما من تراث المنطقة توارثها أبناؤها والقبائل المجاورة لها أبا عن جد وظلوا متشبثين بها منذ عصور وهي كما يعرفها ويزاولها سكان جبالة منافسة شرفية يتم خلالها التنافس على دمية ماطا وإعادتها لقريتها حيث تعتبر الخطة المهمة والقوة والثبات خصائص مهمة لتكريم الوحدة والرواية الإسلامية بين شمال المملكة وجنوبها فالحضور المشرف بوجود من مختلف أقاليمنا وخصوصا أقاليمنا الجنوبية العزيزة هو في شمال المغرب وجنوبه وترسيخ للتواصل اللحمة والعملية الممتدة في جنوب التاريخ بين مختلف أقاليم هذا الوطن لنا اليقين أن الدور الحالي ستساهم بسابقاتها في تحديد تنمية محلية بإطار يجمع بين الأصالة والحداثة يحافظ على المنتوجات العراقية المدنية المحلية والوطنية من خلال برنامج الدورة المتنوع الذي يجمع بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي أكاديمي يتضمن إسهامات فكرية حول الوجود الثقافي والحضاري.